بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47. رودد من بدر الإنسان أثناء الصلاة. إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فهذا لا بأس به، أما إذا كان الدم كثيرا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وعليه لأن هذا الدم نجس، إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا ويخرج ويغسل ثوبه ويصلي. أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان. إذا كان من بدنه أو الدم مسفوح من حيوان، نعم، خرج من الذبيحة وقت الذبح. أما إذا كان من حيوان مأكول، يعني مما تبقى في اللحم المأكول، هذا طاهر. إنما إذا كان دما مسفوحا أو خرج من الإنسان نفسه أو من حيوان غير مأكول فهذا نجس إذا كان كثيرا، نعم. وأما بالنسبة لخروج الدم منه فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يبطل الوضوء، وإن كان كثيرا فالأحوط أن يعيد الصلاة، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن خروج الدم الكثير من الإنسان ينقض وضوءه، فكونه يعيد الصلاة أحوط له وخروجا من الخلاف، الله أعلم. السؤال الثالث يقول: رأيت شخصا يعمل غالب الأعمال التي لها عدد بعدد الوتر، ويقول إن في ذلك ويقول إن ذلك من السنة، فهذا أفضل من الشفع، فهل لهذا أصل في السنة المطهرة؟ ليس لهذا أصل في السنة المطهرة ولا في الشرع، لأن العبادات منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر. فمثلا صلاة الفجر هذه شفع، نعم، صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر هذه شفع، صلاة المغرب وتر، وكذلك الوتر الذي بعد صلاة العشاء الذي هو من آكد النوافل هذا وتر. فالعبادات منها ما هو الشفع ومنها ما هو وتر، والإنسان يؤدي كل عبادة حسب ما شرعها الله سبحانه وتعالى، إن كانت شفعا يؤديها شفعا وإن كانت وترا يؤديها وترا. لا، هو ربما لا يقصد العبادات بذاتها فقط، بل ربما حتى في تعامله الآخر مع يعني نفسه أو في أكل أو شرب أو نحو ذلك. السؤال ما هو؟ في العدد، أعد السؤال. سؤال يقول أنه يفضل عدد الوتر في أعماله، ويقول أن ذلك من السنة، كان يأكل مثلا ما ورد فيه وترا أو يشرب الوتر. نعم، استحباب الوتر في الأعمال مثل في الاستجمار 3 أحجار أو 3 مسحات، نعم، مثل أكل التمرات الإفطار 3 تمرات وترا، نعم، مثل هذا، نعم. فمثل هذا نعم وردت به السنة، إن الله وتر يحب الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بعض الأشياء، فما وردت السنة باستعمال الوتر فيه كما ذكرنا هذا تبع الوارد، ما وردت السنة في أنه يستعمل وترا فينبغي أن يعمل وترا. السؤال الرابع يقول: ما هي الحجامة وما حكمها، وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر الصائم أم لا؟ الحجامة نوع من العلاج، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء لهذا الحديث ولغيره. وكذلك هي تنقض الوضوء، إذا خرج بها دم كثير فإنه ينقض الوضوء أيضا، نعم. السؤال أيضا يقول: هل البيع بالمزاد العلني المسمى الحراج هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا؟ السوم على السوم فيه تفصيل، إن كان المزاد لا يزال مفتوحا والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم الآخر، لأن الزيادة مطلوبة والمزايدة مفتوح بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد في بعض البيعات التي تولاها صلى الله عليه وسلم، قال: من يزيد، نعم. أما إذا كان السوم قد انتهى وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيع على شخص وقطع السوم وانتهى، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسوم على سوم أخيه، هذا إذا انقطع السعر وانتهت المزايدة، نعم، أقفلت المزايدة، وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبيعها على شخص
السؤال أيضا يقول: ما حكم بيع الكلب وأكل ثمنه؟ بيع الكلب حرام وأكل ثمنه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، نعم. فهذه الأمور حرام ومنها ثمن الكلب. نعم. السؤال الأخير يقول: هل يؤثر على صحة الصلاة كون مكان الإمام مرتفعا عن مكان المأمومين أم لا يؤثر هذا؟ هذا فيه تفصيل، إن كان الإمام وحده فإنه يسمح بارتفاعه ارتفاعا يسيرا كدرجات المنبر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو يصلي ونزل، فالعلو اليسير إذا كان الإمام وحده لا بأس به، أما العلو الكثير فلا يجوز للإمام أن ينفرد به عمن خلفه، أما إذا كان مع الإمام غيره من المصلين من المأمومين فلا بأس بالعلو ولو كان كثيرا، يجوز مثلا أن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهناك من يصلي خلفه في الدور الذي تحته، لا مانع من ذلك إذا كان الإمام معه أحد من المأمومين. نعم. والنزول هل يأخذ حكم العلو؟ لا بأس، انخفاض المستوى بالنسبة لمكان الإمام لا بأس بذلك أيضا إذا كان مع الإمام جماعة، إذا كان مع الإمام بعض المصلين. نعم. وإذا كان وحده؟ إذا كان وحده لا ينبغي أن يكون نازلا نزولا كثيرا، أما النزول اليسير لا بأس به. نعم. نعم. لأنه إذا كان نازلا كثيرا وليس معه أحد يفوت الاقتداء. نعم، يفوت الاقتداء به. نعم. جزاكم الله خير.